المهم الاخوات حنا غاديين كنديروا لا مارش. ايوا ها 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 نتوما لا مارش يا البنات لا مارش. صافي نتمشاو واحد شويه ان شاء الله باذن الله. هنايا كاين الفيرمات نتمشاو واحد شويه ونجلسوا ناكلو كاو كاو. ما نتوما معايا نشوفوا شي بلاصه نجلسوا فيها. ايوا حنايا ضروري لا مارش صراحه نبقى نصور معكم لا مارش ديال الصباح. نبقاو نديروا لا مارش في كل صباح باش هكا تكون الصحه ديالنا مزيانه ياك البنات. سلم على المشاهدين سلم على المشاهدين يلا يلا السلام عليكم. يلا بدا 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 قولي السلام كي دايرين لاباس عليكم قول السلام لاباس عليكم كي دايرين كيف حالكم هل انتم بخير؟ انا نمشي شيئا ما شيئا ما نمشي ياك. هما اخوات حنايا غاليين يا احلى عائلة اخوات. ها فين مشينا حنايا هنا في هاد البلاصة في عيل فيلات نتوما قال لكم محمد فين هو اللقلق؟ اهبط عندنا اهبط التقيت عندنا خليني نصور هانتوما بلاصة الفيلات هادو يلا كيتبناو يلا كيتبناو. هادي البيئة اخوات حنا جينا هنايا جلسنا قدام هاد الفيلا ديالي فوق راسنا ما كرهناهاش ولكن غنسدوده هانتوما هادي هو كراجها غادي نجلسو ناكلو كاو كاو. محمد هضر معاهم المشاهدين هضر مع المشاهدين محمد حشمان مسكين هضر مع المشاهدين هضر يلا السلام عليكم قولوا السلام عليكم مشاهدين السلام عليكم مشاهدين كديرين لاباس عليكم قوليهم كديرين لاباس عليكم وديروا اللايك ديروا اشتراك اشتراك يلا سلام عليكم تقول مشاهدينا محمد سلامة 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 شوفوا محمد اش كيدير متلبس شنو كدير ها يلا بقاو معنا. مهم الاخوات ديالي ملي رجعت للدار درت معاهم درت معكم البنيه درت جوج كيسان ديال الحليب معلقه كبيره ديال الخميره فانيه وحده وجوج معالق ديال سنيده هادو هادشي اللي درت ودرت بيضه وحده صافي وغادي نخلط مزيان مزيان هاد المكونات هادو والطحين على حسب الخليط كاين الخليط يعني كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. المهم انتم العجينه غادي تشوفوها معايا في الاخر يعني في الاخر ملي غادي نجمع العجينه تشوفوا ضروري خصو يكون هكا رطب ويكون ما يكونش قاصح العجينه ديالكم. صافي في الاخر غادي يعني ندخل في هاد العجينه هذه ندخل فيها معلقه ديال الزبده والزبده البنات راه كتعطيها واحد الهشه واحد القطني تيكون وما تيكونش شارب الزيت. هذا البنات ماشي بحال هذاك اللي كناخذوه من يعني كناخذوه من الزنقه من الزنقه كناخذوه من الزنقه تيكون شارب الزيت كتلقاي الزيت فيه لداخل. هذا لا هذا غتلقاوه ناشف يعني ما فيهش الزيت. صافي خليته تخمر ودابا غادي نقطعوه معاكم يعني اي قطعه عندكم نتوما. انا عندي هاد القطعات كنت خديتهم شحال هادي من بيم وهما اللي وليت كنقطع بهم صافي. والعجينه
يعني ما ترقوهاش بزاف، حاولوا ما ترقوش العجينه بزاف باش يجيكم البيني يعني مشحم. المهم صافي البنات هانتوما، وفي الاخر غادي تخليوه ضروري يخمر، ضروري يخمر. والبنات ما تنساوش يعني ما تنساوش تصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هنايا نتوما بحال هكا غادي ناخذ واحد الغلاقه ولا اي حاجه عندكم نتوما تقطعوا بها، قطعوا بها من الوسط. صافي هذا هو الشكل اللي كان قطع به، هذاك فيه يعني قطع فيه جوج انواع، يعني كاين قطع صغير وقطع كبير. صافي البنات بقاو معايا باش تشوفوا ان شاء الله البني ديالنا النتيجه، واش غيعجبكم ولا ما يعجبكمش. والاخوات الله يسهل عليكم ويجازيكم بخير، ديروا لايك وديروا اشتراك في القناه باش هكا القناه ديالي تزيد لقدام شويه. ومرحبا بكم والف مرحبا عند اختكم توريا، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ديما غنبقى نقول لكم اللايك حتى تقولوا لي توريا راه طلعتي لينا في راسنا، والله الا طلعتي لينا في راسنا راه سيري بحالك خلاص. المهم لك طلعت لكم في الراس قولوا عليا في الكومنتير، وما يكون على خاطركم ان شاء الله كاع من يعني ما ندخلش اليوتيوب كاع. المهم صافي هذا هو البيني ديالنا هانتوما، كان ضروري غادي تشدوا المعلقه وبقاو تلوحوا الزيت على البيني من الفوق. صافي وانتوما هذا هو البيني ديالنا، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم الفيديو. المهم الاخوات غادي نكمل البيني ديالي كامل، وغادي نقليه كامل، وغير جربوها البنات، غير جربوه بهذه الطريقه هذه غادي تعجبكم بزاف. يعني راه كيجي من الداخل، ما فيهش الزيت، راه كيجي زوين بزاف. ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف يا احلى عائله. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم هكا تدعموني وتدعموا القناه ديالي ان شاء الله باش هكا تزيد القدام ونعاونوا بها راسنا. علاش لا، راه اي واحد راه كيكون مادام انني عمرني ما حطيت معكم هكا شي حاجه في قناه السلبيه، راه يعني ماشي يعني انني انا ما كنعيش سلبيات. الحمد لله اي واحد عنده في الدار يعني مجموع في الدار، ولا كاينين السلبيات وكاينين الايجابيات، ولكن قناتي انا باغا نطلعها بالايجابي ماشي بالسلبي. وشكرا لكم بزاف بزاف، وتهلاو ليا في راسكم. هذا هو البيني ديالنا، وصراحه جا زوين بزاف، غير جربوها البنات. انا تقولوا لي راه الزيت ولات غاليه، الزيت ولات غاليه، ولكن البنات راه مره يعني راه ما كنديرهمش، انا راه ما كنديرهمش بزاف، يعني غير مره لا درت بحال هذا الشيء، حيت انا الاكثريه ما كنديرش هذا القلي بزاف، وليت كندير هذاك الشيء في الفران وصافي. الا الحوت هكا، لا كنسردين كنديرو كفته في الطاجين، ولا كنديرو هكا وصافي. يلا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.